هلا نطلع على هذا السيستم. انا راح ابني هلا الفازي كنترول راح ابنيه فروم سكراتش من البدايه، رغم انه مبني عندي من هون. راح ابني واحد جديد وراح نحط الرولز كلها تبعته. راح ناخذ اول شيء ثلاث رولز بسيطه، بس خلينا اول شيء نطلع على التو سيستمز اللي احنا بنيناهم. البلانت هذا كله هون، من هون هاي كلها البلانت مظبوط، او حتى البامب داخل معها. لاحظوا البامب هو حاططها برا هون، انا هناك كنت مقترح انها تنحط جوا، بصير فهي مقترح انها هاي. وهون شايفين كيف معمول موديولر البلوك، هذا البلوك معمول موديولر وهذا البلوك معمول موديولر. فاذا بتعمل دبل كليك على هذا، هلا هون ما بين لي تحت الماسك ايش الصوت اللي طلع من عندي. لما عندك اذا عندي هون هي الهايت اوف تانك، وهي هون البارامترز المختلفه. هلا هذا السيستم محطوط عليه ماسك، مخبى السيستم في داخله، ومحطوطه البارامترز اللي هي الكونستنت. مثلا بتلاحظوا هايت اوف تانك الماكسيمم اظن هذا 2، يعني هذا ما بقدر، هذا الساتوريشن راح ياخذه من هون. والزيرو مفهوم انه الاقل هذا هو زيرو، مفهوم بدون ما هو يحددها، مفهوم انه التانك لما يفضى خلص بوصل زيرو. كمان لاحظوا ايش محطوط البوتوم اريا، ايش هذه احنا سميناها هناك كابيتال اي، هيها موجوده هون اللي هي 1 متر مربع ومحطوطه الوحده تبعتها. الاوت بايب كروس سكشن ايش هي هاي؟ هاي سمول اي، اوكي هاي هي الفتحه تبعت البايب اللي طالع، وعليها راح يحتمد لانه 2 جي اتش، مش هيك عملنا 2 جي اتش تحت الجذر التربيعي في اي سمول، راح تعطيني الاوتبوت فلو. عندنا اوفر فلو سنسر، هو حاطط هون اوفر فلو سنسر، احنا على فكره ما استخدمناه هون، بس ممكن انت مثلا في كنترولر ثاني او شيء او تعمل الارم ممكن تستخدم اوفر فلو سنسر. بعده عن الارتفاع زيرو، يعني ما حطيته انت على 1.8 مترز مثلا، ممكن تحطه اذا بدك على 1.8 مترز، تقول انه قبل ما يوصل ب 20 سم راح يعطيني الارم حتى اعمل شيء معين مثلا. واخر شيء اللي هي انيشال ليفل هايت، اللي هي ايش سميناها احنا هناك؟ احنا ما حطيناها في اوف زيرو، حطيناها اتش اوف زيرو، او هو حاططها اتش اوف زيرو، احنا حط سميناها هناك في اوف زيرو. ماشي واضح فاهمين؟ هذا الانيشال هايت، انيشال الليفل تبع الهايت المي في التانك. هلا اذا بدي اشوف، طب كيف بدي اشوف الموديل اذا هون؟ اذا مش قادر اشوفه، عملت كليك وما بينش معي، شو بدي اعمل؟ بعمل لوك اندر ماسك. فاذا عملنا هون هلا هيك في عندي هاي، شايفين هاي؟ لوك اندر ماسك. هلا ببين معي ايش في تحت السيستم، اوكي؟ هذا البلوك اللي تحت السيستم، وبتلاحظوا هون ايش في عندنا؟ سميناهم، شايفين كيف مسميين هون الانبوت والاوتبوت؟ وهدول واضح انه هدول واحد انبوت وثلاثه اوتبوت. هلا الاوفر فلو فلاج اذا بدك تستعمله هذا راح يعطيك، راح يقول لك صار في اوفر فلو او ما صارش في اوفر فلو. وممكن تحط فيه هيستريسز، هو هون لاغي الهيستريسز الديد باند اذا بتطلع على البارامترز، بس ممكن نعمل فيه هيستريسز، يعني ممكن السويتش يشتغل عند نقطه معينه ويطفى عند نقطه مختلفه. لكن اللي بهمونا هون هي اتش اوف تي اللي هي الووتر ليفل، وبهمني كمان وجايبين احنا الفلو اوت. هلا لاحظوا زي ما عملنا في الموديل تبعنا، الفلو اوت اللي هي كيو اوت اوف تي طرحناه من الكيو ان اوف تي، اعطاني الكيو اوفر اول النت. النت اوفر اول دخلناه على الانتجريتر وذ ليميتس اللي هي تبعت التانك فوليوم، فاعطاني كميه الفلويد اللي موجوده في التانك. لما قسمت كميه الفلويد اللي هي في على الاريا شو اعطاني؟ الهايت، وهي الهايت طلعناها لبرا. بس بعدين شو لازم اكمل احسب؟ زي ما عملنا احنا هناك ضربناها في 2 جي يو، يو يعني الانبوت، يعني 2 اكس كانها 2 جي اكس. فايش داخل عندي انبوت من هون ايش بعمل فيه؟ بضربه في 2 في جي في يو، باخذهم تحت الجذر التربيعي. وبعدين بايش لازم نضرب؟ في سمول اي، مش هيك؟ هي سمول اي اللي موجوده هون اللي هي الاوتلت اريا، راح يعطيني الاوتلت فلو. بعدين الاوتلت فلو ردينا طرحناهم الاثنين من بعض، اعطانا النت. في عندي هون فيدباك على فكره، بنفس البلانت في نيجاتيف فيدباك، اوكي؟ مش نيجاتيف فيدباك هذا احنا عملناه، احنا ما عملنا كنترولر، بس في ظواهر طبيعيه في تانك حقيقه او في سيستم حقيقي في بطبيعته نيجاتيف فيدباك. اذا هذا بالنسبه لهذا البلوك، هي هذا البلوك جاهز. انت بامكانك تعمل نفس الشيء، بامكانك تجيب تبني هذا البلوك اللي بنيناه هناك، بتحط عليه خط حوالي خط، بتعمل كرييت سب سيستم، بيعمل هذا البلوك من هون بحد يعطيك انبوتس واوتبوتس، والانبوتس والاوتبوتس رح نعمله في المثال الجاي لما نعمل الهيتر، رح ناخذ غرفه وندفيها بدفايه، وبعدين رح نطلع على الخسارة الهيت ودخول الهيت، وبعدين رح نعمل كنترولر بنفس الطريقة. إذا هذا عندي هون الفالف، إذا طلعنا على الفالف رح نشوف شيء شبيه جدا. هلا هون فيش عندي غير بارامتر واحد اللي هو الانيشال بوزيشن تبع الفالف، احنا الاثنين الفالف لما بدينا معتبرينها مسكرة تماما. حتى أشوفها لازم أطلع تحت الماسك، وتحت الماسك عندي هيو، هي البرودكت اللي عملناه هناك اللي هو ضربنا ايش؟ ضربنا البمب فلو، ضربناه في فاليو رح يكون من صفر لواحد.
وهون عندي الانتجريتر اللي هي الليميتد انتجريتر اللي هي داخلها الكنترول الاربع كبسات اللي حطيناهم هناك راح نحطهم هلا بالفازي كنترولر. بالفازي كنترولر راح يطلع معي اربع اوتبوتس. الاربع اوتبوتس راح يكونوا كلوز فاست كلوز سلو اوبن سلو واوبن فاست. هذول راح ياثروا هذول راح يدخلوا عندي هون عند النقطه هاي اللي هو بعد ما اعمل ديفازيفيكيشن للاوتبوت تبع الكنترولر راح يطلع معي هون الاوتبوت فلو. هذا هو الكيو ان اوف تي اللي هو جايين من الفالف وهذا طبعا اخذناه ودخلناه من هون على الووتر تانك وفي الووتر تانك انطرح منه الاوتبوت فلو واعطاني الهايت. اذا هذه هي البلانت. هلا عشان اقارن شغلي بالبي اي دي كنترولر لان احنا بدنا نفرجي انه شغلنا احسن من البي اي دي كنترولر او نفرجي ليش بيختلفوا التنين عن بعض. حطينا السويتش. هذا السويتش احنا بنحركه بايدنا بس انا هون بقدرش احط ايدي امد ايدي واحركه. شو بحط؟ بحط فاليو اللي جاي بالنص. الفاليو اللي جاي بالنص شوفوا انا عامل دوكيومنتيشن هون حاطط على هذا الكونستنت شارح شو هو ايش محطوط 1 فور بي اي دي وماينس 1 فور فازي. فاذا حطيت فاليو واحد شو راح يصير؟ راح يروح من البي اي دي فالسويتش راح يجي من البي اي دي وراح يدخل من هون. واذا حطيت ماينس 1 راح يدخل عندي من الفازي ويدخل من هون. ما راح يتغير السويتش ما راح يتغير على فكره شكله. هو هذا شكله هيك كونستنت. ما تتفرج تفكر انه انا محطوط هيك هو هلا جاي من البي اي دي فاهمين؟ هذا الشكل مش دايناميك ما بتغير. هذا شكله هيك هو. هلا حتى تعرف انه هو ماخذ من فوق او ماخذ من تحت افتح هذه هون واقرا الثريشولد. شوفوا شو الثريشولد بيقول. الثريشولد زيرو يعني هذا السويتش راح يقارن الانبوت اللي بالنص بالثريشولد. اذا الانبوت اللي بالنص اكبر من هاي الفاليو اذا يو 2 اكبر من الثريشولد راح يمرر الفيرست انبوت. اذا الانبوت اقل من الثريشولد راح يمرر السكند انبوت. وين السكند انبوت والفيرست انبوت؟ هيهم هدول هذا. فهو اذا كان الانبوت واحد اكبر من الثريشولد راح يدخل هذا الانبوت. اذا كان الانبوت نيجاتيف اقل من زيرو راح يدخل هذا الانبوت. فانا كل اللي بدي اعمله اذا بدي اغير من بي اي دي لفازي بغير هاي من واحد ل ناقص واحد وهيك بيكون. لاحظوا هذا ما تغير مكانه. وحتى لما بعمل رن ما راح يتغير مكانه. ما تفكر انه هذا لانه فوق هو شابه هو هيك بس شكل السويتش. اوكي ماشي. اذا هاي صارت عندي طريقه الان اغير اقارن البي اي دي والفازي كنترولر. عندي هون مالتي بلكسر. شو بيوحي لكم هذا المالتي بلكسر لما تشوفوه هون؟ في عندنا تو سيجنالز. التو سيجنالز وين داخلين؟ على الفازي لوجيك كنترولر. اذا الفازي لوجيك كنترولر ما بصير في له 3 انبوتس و4 انبوتس و5 انبوتس. دائما له خط واحد بس. هذا ضمنيا مفهوم انه هذول اذا في عندي عدد من الانبوتس شو بدي اعمل لهم؟ مالتي بلكسنج. فاهمين؟ ماشي واضح؟ ما راح يتغير الشكل. يعني افرض انت بدك هذا تغيره وتعمل له 3 انبوتس. ما بصير عندك 3 انبوتس من الفازي لوجيك كنترولر. هو خط واحد مالتي بلكسد. بس لازم انا اعمل مالتي بلكسر ب 3 انبوتس وادخلهم. ومفهوم انه الاول اللي دخل على المالتي بلكسر الاول هو الانبوت الفاليو الاول اللي راح يتعامل مع الفازي لوجيك كنترولر والثاني هو الثاني والثالث هو الثالث حسب الترتيب اللي حطيناهم هون. اوكي خليني اوقف شوي هون.